السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الثالث المتوسط، أهلا وسهلا بكم في المراجعة الشاملة والمركزة والمهمة الخاصة بالامتحانات الوزارية 2023. واليوم إن شاء الله راح نجي وياكم في درس قواعد اللغة العربية. بالنسبة لقواعد اللغة العربية عندنا الموضوع الميزان الصرفي. الميزان الصرفي هو معرفة أصول الكلمات وما يطرأ عليها من زيادة أو حذف أو إبدال. أول شيء، إحنا كل حرف في هذه الكلمة يقابل حرف في الميزان. إحنا الميزان عندنا هي فاء عين لام أو فعلة. إحنا على هذا الأساس نوزن الكلمات. يجب مراعاة الحركات للحروف، ويسمى الحرف الأول من حروف الكلمة بالفاء، والحرف الثاني العين، والحرف الثالث لام، وأي حرف يزيد عن هذني احنا نضيفه. هسه راح نشوف شلون. مثال: كتب فعل، درس فعل، دمع فعل، ضرب فعل، كرم فعل، شمس فعل. زين، اذا وجدنا في نهاية الفعل حرف مشدد يعني عليه تشديد، عندها نرجعه الى قبل التشديد ونكرر الحرف ثم نوزنه بالميزان الصرفي. مثل: رد ردد، فعل، مر مرر، فعل، ظن ظنن، فعل، وهكذا. إذا كان الحرف المشدد في منتصف الفعل عندها نوزن بدون تكرار الحرف ونكتب الشدة. مهمة هذه. إذا كان الحرف المشدد في منتصف الفعل وليس في النهاية مثل هذا، شو نسوي؟ نوزن بدون تكرار الحرف ونكتب الشدة. مثل: كلم فعل، فرس فعل، سهل فعل. زين، نجي على الأفعال المزيدة، وهي أفعال ثلاثية مضاف عليها أحد أحرف الزيادة فتصبح رباعية، خماسية، سداسية. فعند وزنها نرجعها إلى أصلها يعني إلى الفعل الثلاثي، ونزن الفعل ونضيف الحرف المزيد في الميزان. يعني مثلا حرف زيادة هي في كلمة سألتمونيها، هي في كلمة سألتمونيها. يعني مثلا مثال: أكرم، أصلها كرم، زي أكرم أصلها كرم على وزن فعل. شوفوا هنا: غفر، غفور، غفار، مغفرة، استغفر، غفران، فعل، غفور، فعول، غفار، فعال، مغفرة، مفعلة، استغفر، استفعل، غفران، فعلان، وهكذا. هل الفعل المجرد هو كل فعل ثلاثي ورباعي وخماسي حروفهما أصلية، ولا يوجد حروف من حروف الزيادة مثل كتب، ذهب، درس، هاي أفعال ثلاثية، بحتر، دحرج، زلزل، هاي أفعال رباعية ما أقدر أن أشيل من عندها. أوزان الفعل المجرد: إذا كان الفعل الثلاثي الأصلي يكون على وزن فعل، إذا كان الفعل الرباعي الأصيل يكون على وزن فعل له، إذا كان الفعل خماسي يكون على وزن فعل له. زين، مثلا: فهد ثلاثي، فهد، كبد ثلاثية، فعل، كبد، فعل، أو زحزح رباعية، فعل، أو دحرجة رباعية فعلا، أو عسعس رباعية فعلا، أو زلزلة رباعية فعلا، سفرجل فعلا، خماسية فرزدق خماسية فعلا، وفضنفر خماسية فعلا، وهكذا. زين، نجي على الفعل المزيد. هو شنو الفعل المزيد؟ هو قلنا حرف الزيادة، وكل فعل ثلاثي أو رباعي زاد على حروفه الأصلية حرف أو حرفين. مثال: نصر فعل، انتصر افتعل، صبر فعل، صبور فعول، حكم فعل، استحكم استفعل، غفر فعل، غفار فعال، قتل فعل، مقاتل مفاعل، زحزح فعل، تزحزح تفعل، دحرج فعل، نتدحرج نتفعل، وهكذا. عملية الحذف هي عملية حذف حرف أو حرفين من الفعل الثلاثي الأصل، أي أننا نحذف حرفا من الميزان مقابل حذف حرف من حروف أصل الكلمة، وتكون عملية الحذف في الفعلين المضارع والأمر.
عادة تكون عملية الحدث فيها فعل المضارع والأمر. الفعل المضارع أغلب الأفعال المضارعة ماضيها مبدوء بالواو، فعند وزن المضارع من هنا رجعه الفعل المضارع إلى الماضي، وحرف المضارع ينزل في الميزان كما هو، وحروف الأصلية توزن كما وزنت في الماضي، والحروف المزايدة المزيدة الموجودة في الفعل تنزل، وحرف الواو يحذف من أصل الفعل المضارع. مثلا يصل، أصلها وصل، فعل من أسويها وزن أقول يعد أحذف الواو، يقوم أصلها قام، فعل يفول، أو قال يقول أصلها يفول. زين، الفعل الأمر أغلب أفعال الأمر مبدوءة بالواو، عند وزن الأمر من هنا رجعه إلى الفعل المضارع وفعله الماضي الأصلي الذي اشتق منه، ونقارن فعل الأمر بفعله الماضي، ثم نحذف الحرف الأصلية من الفعل الماضي ونوزن الأحرف المتبقية من فعل الأمر، مثل قل أصلها قال، فعل فعل، قي وقع فعل أي، قف وقف فعل وزنها عل، أي وعى فعل وزنها عي، سير سارة وزنها فل، ارمي رمى وزنها فعل افعل، وهكذا. باختصار، إن أردت معرفة وزن الفعل المزيد فعليك أن تقارن الفعل المضارع والأمر بفعله الماضي، الحرف المزيد الموجود في المضارع ينزل كما هو، أما إذا كان حرف غير موجود في المضارع والأمر وموجود في الماضي الأصل يحذف، ويحذف ما قابله في الميزان، وما تبقى من حروف الميزان فتوزن للمضارع والأمر حسب زمن الفعل. زين، عندنا التمارين اللي موجودة، مثلا سر فل، ارمي افعل، سم فعل، استولي استفعل، انتعش افتعل. يقول التمرين الثاني، بين الأحرف المحذوفة من الكلمات الآتية ثم وزنها. قم الألف أصلها قام، فل، زد زاد، فل، ارتضي الياء لأن أصلها ارتضي افتح، اجن أصلها جنى، افتح، أجنب أصلها جنى، تنسى أصلها نسى، تقع، تفع، عين الواو والألف لأن أصلها وعى اللي هي عين. التمرين الثالث يقول، رد الكلمات الآتية التي جذرها وعين الأحرف المحذوفة، مثلا أقضي أصلها قضى، الألف المقصورة، قاض أصلها قاضي الياء، يتقي أصلها اتقى الألف المقصورة، ذق أصلها ذاق الألف، يقم أصلها قال الألف، يذق ذاق أصلها الألف، وثق وثق أصلها الواو الحذف المحروف، أغن غنى الألف المقصورة، وترضى رضى الألف المقصورة، وسع سعى الألف المقصورة. أيضا أجزم الكلمات الآتية، أبع أصلها إف أصلها باع، وأهب أعد أصلها وهب، ويخط أصلها خطأ يفعل. زين، إحنا رجعها الفعل الماضي مالتها خطأ، ونشوف شنو اللي انحذف بيها، ونكمل بقية على الوزن، نضيف بالمضارع أو الأمر. يقول صيغ من الفعل أمر من الفعلين يسعى ويمشي، مبينا التغييرات التي تحصل عند ذلك. عندنا يسعى وسع، حذفت حرف المضارع الياء، وحذفت حرف الألف الألف وتعويضه بالفتحة. يمشي امشي، مشى أصلها، يعني حذفت حرف المضارع الياء، وحذفت حرف العلة الياء وتعويضه بالكسرة. الوزاريات، شوف قال تعالى، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما وزن كلمة خشية؟ الجواب، أصل الفعل خشع، وزن خشية فعية، على اعتبار أنه لام حذفت الألف المقصورة. أيضا عندنا زين الكلمات الآتية، أختر أربعة فقط، انتصار، انتشر، سار، قف، سفرجل، بعثر. انتصار، افتعال، انتشر، افتعل، سار، فعل، قف، عل، سفرجل، فعل، فعل، لأن هاي خماسي، بعثر، فعل. عندنا أيضا هذه كلمات الموازين التالية، انفعل، عل، افتعل، استفعل. انفعل، انصرف، عل، صل، انتشار، افتعال، واستفعال، استخراج. ما الميزان الصرفي لثلاثة من الكلمات الآتية؟ ينتصر، بعثر، قي، سفرجل.
ينتصر يفتعل بعثر فعلل قيعيد وسترجى تعلم. أيضا عندنا زين خمسة من الكلمات الآتي: ينتصر يفتعل بعثر فعلل سترجى فعلل عيد كسرة وعيد في نعم أي وعى أي سير و سر فل واستخبر استخبر. الحر لا يزكو أخاه يبقى وفيا لا يخامره الكر. يقول الحر الفعل، يجفو يفعل، وفيا فعية، الكبر الفعل. زين أربع من الكلمات التالية: قدم قمر استخبر انتصار بعثر هنا. قدم فعل قمر فعل استغفر استفعل انتصار افتعال بعثر فعلنا هنا فعال. زين أربعة من الكلمات الآتية: أكد تناثر سفرج قي دحرج انتصار. أكد أفعل تناثر تفاعل سفرج فعل قي قي ودحرج فعل وانتصار افتعال. أيضا عندنا هنا أيضا وزاريات: صديقي من يرد الشر عني ويرمي بالعداوة من رماني، ويصفو لي إذا ما غبت عنه، وأرجو لنائبة الزمان، وأرجوه لنائبة الزمان. صديقي فعلي، الشر الفعل، العداوة الفعالة، الزمان الفعال. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو أنقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قم فل أنقص افعل زد فعل. أيضا لا ترضى بالباطل وإن نفعك، وعليك بالسماح وقبول الآخر، لأنهما يدلان على تحر، يعني كلمة ما وسم تفكيرك فاسعى دوما إليهما. زين اثنين: ترضى يدلان ترضى تفعل يدلان يفعلان افعل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يتقي مخرجا يحتسب، يتقي يفعل يفعل مخرجا مفعلا، ويحتسب يفتقر. زين ايضا عندنا نهنا اعزائي الطلبه، انتهى درسنا لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.